الاولويات منهم الماء ما كاينش بصفه نهائيه. من 2012 عباد الله والتيوم مدفون تحت الارض قادو في لاصه راسو دايزه وما كاينش الماء. شنو زعما شنو هذا زعما شنو تصلوا لينا؟ حنا اغبياء راه كاين ما كيحسب لكم حنا اغبياء، حنا راه كاينه اكثر منكم، حنا ناس اذكياء. وا ومو بعد هاد الفلوس هذه واحد كما قالوا هما 26 مليون فلاص ما تخسروها في ميراج، نجيبوا غير واحد بوست ولا جوج ديال الضو. الناس راه كتعاني في لاصو فرونس، راه كتعاني الناس كيعانيو، الناس ما عندهمش الضواس، ما عندهمش الماء، ما عندهمش، وكاينه بزاف ديال الحوايج اللي جيت نذكرهم لكم. راه كارثه، راه جاي عنجدوا عز الضعف. ما خويا راه الناس كتصعد الكيلومترات كيلومترات اخويا، وكيمشيو يزكيو اغلبيه الناس 90% ديال العيالات اللي كيمشيو يزكيو كيقولوا لهم ما كاينش الصوندا وكحات الى اخره. وكتقولوا لي نتوما دابا كاين الصوندات، والصوندا مسكين السيد تسلف وتكلف 5 مليون باش حفرها، وكتجيو تبقوا عليه ما تحفرهاش، لا ممنوع الرخصه الى اخره، وما يعطيوش الرخصه. ومني ملي كيديرها مسكين من ماله الخاص كتنقزوا نتوما تقولوا لي اودي راه كاين الصوندات. واش كديرو نتوما؟ ترونسبور ديال الاطفال ديال التلاميذ غالي، فلا يعقل انه بقى سيمانه ونص عباد الله وانتوما ديروا لهم 150 درهم. راه بزاف، راه خايب هادشي، راه سير صعب بزاف. فري كون كان هاد كون كان مثلا عندنا الضو، عندنا الماء، عندنا مثلا الطرقان، إنارة عموميه، الجريده، كلشي زوين، انا اولهم غادي نكون في المهرجان، انا اولهم. بالعكس غادي نبرز الموهبه ديالي فوق الخشبه، لانني انا ماشي من ماشي انا سنة عندي فن، عندي فن كنقدمه للناس، عندي محتوى كنبارطاجيه مع الناس كيعجبهم، ناس اجانب، ناس ابناء الوطن. بالعكس انا غادي نكون، علاش انا غنقعد داك الشيء؟ علاش؟ ولكن ما كيشوف داك الشيء، الاولويات ما كايناش. الطلب ديالنا خويا هو هاد الناس يديروا التفاته. حنا ماشي ضد المهرجان وماشي ضدكم انتم كاشخاص ولا اعضاء ولا اعضاء المجلس ولا رؤساء، ولا بالعكس انتم خوتنا، بالعكس انتم راه قدوه لينا. حنا ماشي ضدكم انتم كشخص، لا، خص الانسان يكون شويه واعي. حنا ضد ديك السياسه باش غاديين نتوما، هذا هو المهم، هذا ليسونسيال. حنا ضد غيروا ما امكن في سميتو ديالكم، غيروا في الطريق ديالكم، ديروا شي التفاته لهذ الجهه هذه، وديروا غير سبيلات عباد الله اللي جا تبرعوا بهم الناس للدواوير. ما عندناش سبيطار، من طبيب ما عندناش طبيب. دابا يعني الا بغات تعلم راه تولد خصها تمشي للقنيطره، ولا مشات للقنيطره ما كيقبلوهاش. وهذا الشيء اللي كاين اخويا، انت عارف هذا الشيء ديال كاينه حاله هنايا في سيدي بوبكر الحاج، حيت يعني كون عندنا يعني طبيب وعندنا الماء وعندنا هادي، مرحبا هذيك الساعه، هذيك الساعه حنا نوقفوا معاهم. وانت كتشوف ما كاين لا طبيب ما كاين حتى شي حاجه، الطبيب راه هي سادنا ما كاين والو. الدراري ديال المدرسه كيمشيو مساكن يعني بزاف باش كيمشيو على رجليهم، ندير مشات طونسبور باش يمشيو 5 كيلومتر باش كيمشيو، والسته بحال هكا، كل واحد وكيفاش على حسب الدواور، كاين اللي الدوار ديالو بعيد كاين اللي الدوار ديالو قريب. ولكن خصهم على الاقل بعدا كاين شي نقصوا لهم شويه، كيبغيو يديروا لهم طونسبور، مواطن مسكين ما عندوش باش يخلص هذاك الشيء، فهمت؟ 150 درهم ما كيقدرش انسان باش يخلصها، هو من عيجيبه. هادشي اللي كاين اخويا في سيدي بوبكر الحاج، حنا ما عندناش حتى شي حاجه نعيشوا بها، عاد نجيو هنا نشطحوا ونردحوا، تيسالي على داك الشيء، عاد نشوفوا داك الشيء ديال المهرجان. المشكلة عندنا في هاد الجماعة ديال سيدي بوبكر الحاج بأن ما كاينش بحال دار الثقافة أو دار الولادة. المعاناة ديال الناس مع الماء، دابا الناس ما عندهمش ديور، ما في دخل الماء، ولكن ما كاينش الماء في الديور، يعني محبوس. والناس كتمشي تزكي، كل واحد كيمشي يزكي، اللي هاز برامل كيمشي يدبر على الماء باش يورد بهايمو وكسيبة ديالو. بالنسبة للضو كتقطع مرة 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 في السيمانة، مرة في الشهر، بعض المرة كتقطع حتى السيمانة وهو مقطوع، بعض المرة تقريبا شهر وهو مقطوع. يعني هادشي كامل يعني البوسط ضعيف، ملي كيجي الضو مجهد البوسط كيتخسر. قاطعناه ما مشيناهوش، يعني ما بغيناش، يعني ماشي في المحل ديالو، حنا ماشي حنا بغيناه للدراري الصغار داكشي الترفيه وداكشي، ولكن كنشوفوا بعض المطالب ما متوفرش بحال الضو وداكشي ديال الكهرباء. حنا بغينا الاولويات متوفر، عاد نشوفوا الميراج، يعني حنا ما بغيناش نشطوا، ماشي ما بغيناش نشطوا، ولكن هادشي ما متوفرش في المحل ديالو. انا كاستاذ يعني فاش كنكون كندير البلانيفيكاسيون ولا كندير التخطيط للدروس، كنكون كنخطط شويه شي واحد بعض الوقيته كتقطع الضو، يعني كنمشي للقسم عندي عند التلاميذ ديالي. بعض المرات كيكون عندي واحد اربعه ديال الاقسام اللي تنشدهم في الثانوي التاهيلي، كنكون يعني ما كاينش واحد التخطيط، كتولي انت دير واحد الارتجاليه في التقديم ديالك للدروس اللي كتاثر على السير العادي لواحد الحصص اللي هي خاص تكون عندي يكون عندها واحد البناء. يعني الا كان ما عندكش غير واحد التخطيط في واحد الجزء او في واحد المحور ديال الدرس، كيولي عندك الدرس كامل في واحد الارتجاليه، فعوض ما تقدم واحد الدرس نتايا في واحد الربعه ديال الحصص اللي مبرمجها الوزاره او مبرمجها مبرمجينها، كتولي تلقى واحد انت واحد الاشكالات لقيت مشيتي في الدرس واحد سته ديال الحصص او سبعه ديال الحصص، كتولي كما قلت لك واحد الارتجاليه يعني في مجموعه من الاشياء الى غير ذلك. وماشي غير انا، يعني بالنسبه لي انا نقول كنديبلاصا وكنمشي لواحد البلاصه اللي فيها الكهرباء الى غير ذلك، ولكن كاين بعض الاساتذه الاخرين اللي هما ساكنين في المنطقه، ساكنين في الدواوير ديال
منطقه وكاريين كيعانيو من المشكل ديال الماء، يعني لما جابوا لهمش الماء من واحد المناطق اخرى، يعني خاصه الصيف النساء، يعني كاين استادات اللي كيعانيو من هذا الاشكال هذا، يعني انهم الماء يعني ما يقدروش هما ديبلاصاو يمشيو يجيبوا الماء راسهم، انما خاص اللي يوصلوا ليهم. كاين كذلك واحد الاشكاليات، يعني كتمشي للدوار ديال شكرا الناس كيقطعوا واحد 7 ديال الكيلومتر على رجليهم في وسط الغابه، الدراري صغار يعني كتلقى الناس مراهقين، يعني الكبير فيهم ما كيتعداش 14 سنه. كاين كذلك الناس ديال الابتدائي، يعني الناس ديال الابتدائي اللي كيمشيو من عرباوه كيمشيو مثلا الابتدائي، كيلقاو هذا الاشكال هذا. يعني كل منطقه وحسب كل منطقه يعني الكيلومتراج اللي كيقطعوا التلاميذ ديالها، بحكم انه ما كاينش واحد البوسيبيليتي، ما كاينش واحد الامكانيه انه يخلص ترونسبور على الاولاد ديالو. يعني كتلقى واحد الاشخاص او واحد الناس اللي ما عندهمش كتلقى عنده واحد الربعه ديال الابناء، ما يمكنش هو يخلص لك مثلا اللي جينا نهضروا على 150 درهم ضربوها في ربعات كيخلص لك مثلا واحد 12000 ريال في الشهر، هو اصلا ما عندوش ديك 12000 ريال من يجيبها، مفهوم؟ إذن كاين بزاف ديال الاشكالات، ولعل هذا من بين ابرز الاشكالات اللي تعاني منهم السكان ديال المنطقه. المقاطعه ديال المهرجان، ماشي حنا ضد المقاطعه وانما حنا مع المصلحه ديال المنطقه، بحكم ان المصلحه ديال المنطقه هي فوق كل شيء. بغينا نهضروا على مجموعه من البرامج التنمويه اللي نورمالمون خاصها تكون في المنطقه. حنا ماشي بحاجه الى واحد المهرجان، حنا بحاجه اولا الاستفاده من الخدمات العموميه. بعض الخدمات العموميه كتزويد بالكهرباء وتزويد بالماء الصالح للشرب، حنا خاصنا واحد المشاريع اللي هي تنمويه، خاصنا الاستفاده من الخدمات العموميه اللي كتمثل في الكهرباء والماء الصالح للشرب اللي كتعاني منه المنطقه بواحد الدرجه اللي هي كبيره. الناس مازال تيزكيو على الدابه ولا الحمير الحشاك، مازال الناس كيمشيو يدوا البرامج الى غير مجموعه من المناطق، كيمشيو من دوار لدوار واحد اخر كيقطعوا لي كيلومتراج باش انهم يجيبوا الماء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.